الحمد لله ذي الجلال والإكرام، هدانا للإسلام ودعانا إلى الجنة دار السلام. الحمد لله الذي يسر لنا سبل الهدى والتقى والعفاف، وأكرمنا بجوده الذي ليس على أحد بخاف، وجعلنا بكرمه من المسلمين الأحناف، ونهانا عن كل ما ينقص المرء من الانحراف. ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمد رسول الله بعثه بالمحجة البيضاء والملة الغراء والشريعة العادلة السمحاء صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اتقوا الله تبارك وتعالى وحافظوا على إسلامكم. عباد الله، أن الله خلق البشر وجعل منهم ذكرا وأنثى، وشرع التزاوج بين الجنسين حكمة منه وفضلا ولبقاء نوع البشر، لكنه للأسف الشديد ظهر في هذه الآونة الأخيرة لأصحاب العقول الضعيفة بنسب الدعايات النكراء وترويجها عبر المنصات والقنوات والشاشات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي عمل قوم لوط وتصويت جواز زواج بين البهائم وتحويل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، بغية طمس البصيرة وإغواء القلوب النقية ومحاربة الفطرة السليمة. أيها الناس، في الحقيقة إنها جرثومة تتسرب في المجتمعات، وهذه الانحرافات الفكرية البهيمية التي يروجونها على الأمة بدعوى الحضارة والتطور والتقدم هلاك، سببت في هلاك قوم مضوا. قال تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وقال تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مصومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. رواه الترمذي وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: ملعون من وقع على بهيمة، ملعون من عمل بعمل قوم لوط. رواه أحمد وصححه الألباني. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. أيها الناس، اعلموا أن ما نذكره الآن من أخبس ما نعيشه ومن أخطر ما يدس على وجه الأرض، فحذاري حذاري، احذروها احذروها، واحذروا أبناءكم وأقاربكم ومن لهم حق عليكم من المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها. أيها الناس،
مما يجدر الذكر من على هذا المنبر، جعلوا لأفعالهم الخبيثة الرذيلة بهمجيات الشرسة ألوانا تشبه قوس قزح عياذا بالله، فصنعوا منها أعلام والأقمصة والأحذية والكمامات وغيرها تأييدا والتأثير على ضعاف القلوب. فهذا كله تحديا على الله ومخالفة لشرعه. قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما سمعت، ما أستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والصلاة والسلام على من حذر أمته من مضلات الفتن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد. Bogo biyo malom do bosat na kazamuru na kicile iso i kondu wala tandu bilam bu baraban do zulu so de salat me dala fi jowa kala tabata de de liba de roz anna muhammad sallallahu alayhi wa sallam do zulu so so tuz de diwe zin al hirda i da ide yo ma kifena bogo biyo malom chuko wanti dogon se de narade made la kare de mana se de khutuba na gawo bibe de mana wanti tun no ubiya na baka billam bide zamani de kare iso ila iran bar halaka bo wele de kam se ke tin ko se rade la kare de kam se ke tin ko se iso yuma de la kare domi iso ma tin de to iso ikiti da mogo bi amalo so veri da ida qur'an ke mangu das walutan id qala li qawmi sa annabi lut zamanu ku veri idan ba atatuna al fahisha kama sabakum biha min ahad min al alamin billan ganna ikona al fahisha wuki na ham talazmi na ham talazmi la wala ba do yita naro ile eran da ya al janwa da badana ta hunak woros ke miyo غوا بيرن داس انكم لتاتون الرجال شهوة يرو يلالو يرو بالو يلالو سي غوا بالو يا زلمه مين مو كتا غيرو كتا ومبي سو على يسو لاني ومبي سي لنا الدنيا تشوا رافينا يرو واه يا لكلا فتينا غير وان جاري شيطان ترى غير وان جاري يسين لكم لتأتون الرجال شهوة أبا لا يروى بالو تشاكو يروى بالو يروى بالو تشاكو بالو هر ما بي جزلنا يروى يكون يزولي إينا دكو بلي نا بنجلن توري وانا بوا بنجل يا بنجل دي دمي وانو الله سيو ريزو سوشوا يوتيوب وانغواني دي نناتي توتين غدي تغفوكو كوماتي تجودوني ge hal nakade to leki ye la eso ye le bakias de dem babal ko so we ye ba no sa ci gamel lam la mi ye di ala ro ba ru cha go ba ba no ke ye la na o mbay so wa lo halite ci le mi ba la si yu dele se makas so to wonu beja beje ne se ya be gali so da matar mulai be gali hakar wa kita kamar ne so mutum bai rina ayyana kar da shi falamma jaa amruna zamanu kiban bada halaka wa bani don bai fero bai gizini badan ne
har ko kon betal annabi lut tuga yu egoma bakay goma ira girmon baga malaika waga amma bo bonna sifa ira ira de sifa ba na la ko jasi ira tuta ba sa malaika wa ba sa halla ko adalla inge annabi lut de alwa la usi ese mo alu yu ko ba sa halla yule bo kon ballan fitira ite se ko mon bojo wala balaga da jaa si ci tere te ko ngi mo ya so be ri das bi gon bal la ci na bana jaamu na malaka wa ko be bi ran la ko ci ba di yoro da yalla ko do ko do ko la yel no no ko del le sen le de ya no bo bu na ele no malu ba ci ko bu bu ni ele na na be ci fa si do si do mu ba ci no ba ba ben سواس جعلنا عاليها سافلة دي نبدا اسودا انسا دو ولي سو كده كلام لو جوجو زلا دو كرنا وبدا بوف وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود نجا اسو هي نبو ده تو نيو وكبور باو كيروز ير باو ندي لو منضود كنا هو ليس متتابعا كيف هو جاي كيف اكن جاو ربعوا نادين بذل بيت مسومة ربعوا نادين كرازي عند ربك يسوع كي قرينا وما هي من الظالمين ببعيد آية كنا كل ما تزامن كي كده توم بكتوم تلاه ربك وين الناس اللي كجوا برو اللي كجوا دني اللي يسوع ده مرة دار وما هي من الظالمين ببعيد كيف يقول نينا شو تدنا طلعت ربعوا ما تيسي بيلا بدي أبلنا إيش كيف يقول بقولي بعد ربعين بزبلا nga bi da ton da annab sallallahu alaihi wasallam wari dasu inna akhwaf ma akhaf ala ummati wam bim wanyala e moda al umma kana kana bla amal ko lu na le la kasu won si annab lu ti dama wala ye ko to merna hadith na kar dasu mal'unun man waqa ala bahim su wene nasi bo cha fanande tondre na billana اسيلاج يا لالو دول اسم الاول من عمل بعمل قوم لوط وين دولو ابالو سيتاي بو بابا لنا اسيلاج يا لالو دول بل ما بعد دي جالوت حرام كده لو تاكي حرام حرام صلى الله عليه وسلم مغوي مالو حديث توزوغ عن النبي صلى الله عليه وسلم وبنداس اسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس وبيرو بن داس النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الله ويني المحنثين من الرجال ابالاو بكم بلنا علان بيغوم بتل زمانك رابا لوم بني بالي انو دي تشور بسناي الو نون بيبو على روزنا بسناي بلا وبلا annabi sallallahu alaihi wasallam est ce que na to wa kana dangale na bidan biir mis adin kana te zeye be do zam mo kana wa ko to dan be ta zam na mo wa ko wala suu na dan wa mo ko to re wan ba ni ti al muhannathina min al rijal raba lu bu bal bal lay alu de yas chor bisalo wala hayla wala barna to ko gane wadan dan alu do ko ba to ya ba lu de ba ko ti se zo les on bi so wa galu na ko mo zo le ko sna ma ba lu wo ble wal mu taru jira ti min nisa hadith mila sa na go alu wala ni lam de ya yel na mi go min na ba de la ka se de di yu tele se ble ba ga la le ra ba ka ba de la ka se san se ga ha na ke je la alu ma ko so ta na mo go bi wa lo wo bi da zo ala sene kanar da madela ka to ta ce lega ba da ballan balana ba da sin wala da kelega ayana no yo mele se ba na da era mo sin wata ko kelega ana na na ta o se ni zaman ne ko na kuler wata ta kuler wata ma tre so mi ya mi konsen da
galen da baya kis rem de galaru da baya kis ko su kaza al kasher ha idan kular watu mala talaka bongo mala na ba wasu da da ba lalat tukwa balalati kashi ne wa balalati ta kamulwa irawan do balabde do mutan ga ite yelti domin ne da sun doke jobin sun ba azabi da tuma jobin sun nan sanawa won baba yin na balas tuma da kirkin da kirkin da gona bi ba halaka ga biye kulayar watan isete edante ta ba kozo ya halaka ga bogome wano aya ka da zambi eso sabe beri mi ga mi danni ba beri mi ga mi danni to ene aya ka da zambi اسم كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى اسم لك يسود أنوي بي معنا دا إذا أخذ القرى ورزي مسيب تالي كي نقض القرى كي نسود كي بلا كي لا لك سبج هذا نسريا وهي ظالمة ورزي كي نسود يوم إنا وتوادم القرى جس إن أخذ القرى شديد المود يدوك yasanan ne jokale yene nan da rigon da yaka so ba kike jira dan matalar godan amadibiya jokuno da cewa ya kubarde ya ne ra su kabsu da tare ko bi so sole sole ce mu bayan sai ta dan da kuma tare ne kike jare nan bala so kike jira sida na fiya su duniya na fiya farahu ko fiyi yele du to ko de mo non da ala 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 heri yele du ko mo non da ala heri farahu ko fiyi sallallahu alaihi wa sallam.